احنا الصحة، وصحيح احنا اول اذاعة مختصة في الصحة، وباش تبدا نهارك بالصحة وتحافظ على مناعتك كل صباح تسمعنا في صباح الحياة يا قيروان بالاخبار والاكتواليتي والديبا اللي يعطيو لصباحك لبلوس ويساعدك على الحفاظ على مناعتك وصحتك. صباح الحياة يا قيروان الماتينال، صحتك تهمنا. صحتك تهمنا. نشكركم على حسن اختياركم لذاعة الأولى في الماتينال من توا حتى العشرة متاع الصباح على امتداد 3 ساعات، باش يكون حديثنا حول الاكتواليتي اللي صايرة في البلاد وحتى في تونس، ومش تنشو برشا مواضيع من توا، وين تجمو تسمونا على 93.3 راديو الحياة فام .net. هذه هي أول إذاعة مختصة في الصحة. حياتي قيروان الماتينال، صحتك تهمنا. بعد السبعة متاع الصباح، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في الماتينال. صباح الحياة يا قيروان. صباح الحياة يا قيروان، أبدأ نهارك مزيان وتابعنا في صباح الحياة يا قيروان، أخبار ومعلومات على إذاعة الحياة. حالة الطقس هذا اللي باش نعرفوه تتسويت في الميتيو. ميتيو أحوال الطقس على الحياة الفارغة. 11 مايو 2022، اضطرابات جوية متواصلة اليوم أيضا، ويمش نلقاو بعض الأمطار متفرقة وأقدر رعدية منتظرة بالجنوب الشرقي، وين تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشمال والوسط. ارتفاع نسبي متوقع في الحرارة لتراوح القصوى من 20-25 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، في حدود 18 درجة بالمرتفعات و 25-29 ببقية المناطق. الريح باش تكون معتدلة عموما، ومش توصل سرعتها إلى 40 كيلومتر في ساعة قرب الاضطرابات، مع قليل الاضطراب في البحر ومضطرب بالشرق البلاد. وين تنجموا زاد نذكركم أنه أكثر التفاصيل تلقاها على الباجو في سيل فيسبوك راديو الحياة الفام إذاعة القيروان للصحة. لديتهم بعد شوية، هذا باش يكون لسنا فيكم أما قبل ما تنساوش كيب كالم. أهلا وسهلا بكم الناس كل على راديو الحياة تفا. برجك بالصحة، صحتنا على الحقيقة مازال متواصل بأدق التفاصيل، باش نرجعوا بكم الملف الحقيقة شوكة شوية توينس، وخاصة على الشارع القيرواني، اتهامات بالتجاوزات وفساد الستيك. من بعد بشوية بارتير من 9 باش يكونوا حاضرين معنا طرف نقابي مدير عام من الستيك والممثلة، ومش نسألوه شنو هو التلاعب وماذا يحدث في الستيك هذا، وأكثر باش يكون في ساعتكم الثانية. من بعد شوية زادة باش يكون حديثنا حول الكنام 160 يوم التولى خلص لفارماسي، هذا راه باش يخلي إلينا وياك باش نمشيو لفارماسي وماهوش باش نلقاو دواء، شنو هي الحلول، شنو الاقتراحات اللي كنت تقدمت بها نقابة الصيادلة، هذا وأكثر يستنى فيكم في الانترفيو بارتين من 8 غدرجين سينو قبلهم يجيكم أستاذنا عبد المجيد فرحات في الافتتاحية اللي ديتو. يقودنا مفهوم رفاه العيش إلى قلب العلاقة الحميمة من جهة بين الفرد وجسده، ومن جهة أخرى في العلاقة بين الفرد وعقله وعلاقته بالآخرين. يعرف بشكل عام على أنه حالة ممتعة ناتجة عن إشباع احتياجات الجسم وهدوء العقل، ويأثر الرفاه على كل من البعد البيولوجي للحياة البشرية وبعدها الاجتماعي. إن السعي وراء الرفاهية ليه جوانب عديدة، الأول يتعلق بالبعد الجسدي للإنسان بكل ما يساهم في إشباع احتياجاته كالنظافة والتجميل والراحة والاستمتاع والترفيه، والوجه الثاني مرتبط بالإنسان ككائن اجتماعي من حيث تعزيز الثقة واحترام الذات والآخر وبناء علاقات إيجابية أساسها التكامل والتعاون وتبادل الخبرات والمنجزات. كل ذلك يلعب دور مهم في تحقيق رفاه الجسدي. الكل حضارة تقوس في الغسيل والتعطير والتمشيط والتجميل، كل عصر له أزياء ومعاييره ووصفاته، وتشير الكتابات الأولى إلى مستحضرات التجميل والنظافة اللي تعود للعصور القديمة. يعتقد المؤرخ هيرودوت أنه أقدم وصفة للجمال ظهرت حوالي عام 3000 قبل الميلاد، عندما قامت ملكة مصر أوتسيزيتو بوضع معجون على وجهها لإرخاء الجلد. وتخبرنا الألواح الشهيرة في صيدلية البدوار عن ممارسات الملكة كليوباترا اللي كانت تغتسل بحليب الحيوان، وكانت اليونان القديمة وروما والعصور الوسطى وعصر النهضة وحتى العصر الحديث مسرح للعديد. والملخص أنه الاعتناء بالجسد ومظهره هو اهتمام عالمي وهو شرط أساسي للرفاه. اعترفت منظمة الصحة العالمية نفسها بأنه الرفاه هو عامل من عوامل الصحة من خلال الكتابة في ديباج دستورها عام 1946
أن الصحة هي حالة من الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي الكامل، ولا تتأسس على حالة عدم وجود مرض أو ضعف فحسب. فمن خلال سلوكنا وأسلوب حياتنا وخياراتنا الخاصة نحن نأثر بشكل مباشر على صحتنا وشكلنا وراحتنا وبالتالي رفاهنا. السعي وراء الرفاه قصة بدأت منذ بدء الإنسانية، والبحث عن التوازن والانسجام بين الجسد والعقل هو أكثر من أي وقت مضى من صميم حياتنا. ليديتو سانتي كالعادة لقيت هذه 8 غير درجية. نبدأ في الانترفيو اليوم مش نحكيه حول الإشكال المتواصل القديم الجديد للكنام ونقابة الصيدلة، تأخير كبير على مستحقات الصيدلة، هذا يأثر حتى على الخدمات وحتى على ديمومة الصيدلة. هذا وأكثر مش يكون موضوعنا اليوم وحوارنا مع مدام ثوريا نيفر عمار كاتب عام النقابة التونسية للصيدلة قطاع الخاص. زوم سانتي. مدام ثوريا صباح النور. أخير. نشكرك على تدخلك معنا. عيشك. وكأنه ولت الأمور بصفة دورية، ديما الإشكال هذايا نلقاو له حل وقتي ومن بعد يعاود يرجع، نلقاو اليوم تواصل تأخير خلاص نتاع لي فارماسي من قبل لكنا. هو دي تشوف ما لقينالوش حل، عمرنا ما كنا الحل، كنا الحل، الحل ديما الصيادلة هما اللي قاعدين يضحيوا. معنا أما لكنام وإلا سلطة الإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مش قاعدة تلقى الحل. المشاكل هذه راهي لها 10 سنين وحنا نقولوا فيها، ماهيش توا الحكايه، وديما نبعثوا في البيانات وديما نبعثوا في المراسلات، اخرتها نهار 5/5/2022 اللي وضحنا بوضوح، قلنا راهو الوضع هذا ما نجموش نكملوا عليه. وصلنا ل 170 يوم، اي 170 يوم ما نتصورش حتى واحد ينجم يتحملها 170 يوم. وتعرفوا كمام الكنام ما هيش شوية شيفر امتاحة، دونك 170 يوم وإحنا نضحيه وقاعدين نضحيه 10 سنين وإحنا نضحيه، الشيء أدي هذا رغم مش كان يضر كان بالصيد لبرد دجا ديوخ مشاكل المالية متاع الكنام، موش الكنام هي صناديق اجتماعي الكل أغرض بالصيدلية المركزية اللي هي تو عندها عجز مالي بالإفاء بالمزودين نتاعها، أظهرت بالمستشفيات، وتوا احنا وصلنا ما عادش نجمو نكملو هكا. علاش؟ خاطر الصيادلة ولات عندهم العجز بالإفاء بتعهداتهم على المزودين، ما عادش ينجمو يخلصوا المزودين، وهذه مشكلة كبيرة معناها. والمزودين ما عادش ينجمو عندهم فلوس باش نجمو يشرو دواء، دونك احنا نحكيو تو على تهديد القطاع بكله راه مش كان الصيادلة. قطاع كامل وبينسور توا مدام كي باش نحكيو على الوضعيه ذي، معناتها العلاقه اللي متوتره توا ولات كبيره، خاطر ما ثماش خلاص ما بين المزود ولي فارماسيان. عادي انا نمشي للفارماسي نقول له اعطيني اكل الستيلو نتاع السكر، يقول لي ديزولي راني ما عنديش انا اليوم، خاطر هو ماهوش خالص، وهذا باش توصل للمواطن. انت خديت الستيلو نتاع السكر، انت مش تسلك هي بالحق. الستيلو نتاع السكر الفورنيسور الاجنبي ما عادش يحب يعطيه للصيدلة المركزية، خاطر الصيدلة المركزية ما خلصتوش. دونك انا بسرقة مشكلة كبيرة في نزود به حتى بفلوسي، حتى كان عندي فلوس ما عنديش، حتى انت من غير كلام نهار اخر بفلوسك ممكن تسرقاه، على خاطر الصيدلة هذاك الستيلو نتاع السكر اللي تحكي عليه انت الصيدلة المركزية ما خلصتش الفورنيسور، ما ثماش في البلاد، وانا حتى كان هو موجود ينجم يكون يجي نهار ما عنديش فلوس باش نشريه، وانت حتى كان بفلوسك ما عادش كريديبل، خاطر ما عادش كريديبل، ما عادش كريديبل. دونك احنا تو متقلقين ليزي على القطاع نتاعنا وعلى القطاع احنا كصيدليات الكل، وان بلوس مش كان الخلاصه، ثم برشا فصول في البنود لم يقع احترامها راه. واحنا لقينا برشا حلول، ثم في فصل 40 اللي ثبت في الخلاص، ثم اقترحنا ومع المسؤولين تاع الصندوق ومع سلطة الاشراف اللي هي وزارة الشؤون الاجتماعية، اللي لازم تكون ثم خلية يقظة في وزارة الشؤون الاجتماعية، كي يكبر هكا الخلاص واللي ماش عندنا معناها مدة الخلاص، نضمنوا ثم خلية يقظة في وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل اللي لازم باش ما نوصلوش كيما هكا. الخلية اليقظة هذي عمرها ما خدمت. معناتها جوست بالاسم؟ معناتها جوست بالاسم مدام؟ بالاسم، عمرها ما خدمت. ولا يوم اجتمعت بكم، ولا يوم وجدت دعوة اليوم خلية اليقظة هذه الاجتماعي. أول نهار هذا دقت لنا إيجا نحلوا المشاكل بتاع الخلاص، الصناديق تم ما بيناتنا علاقات ونحاولوا نلقاو حل، أما راهو هذه المشكلة مش في يد صندوق
في وصف في يد وزاره الشؤون الاجتماعيه هي اللي وصلت الاشتراف نتاع 3 صناديق خاطر هذه المشكله نتاع 3 صناديق مش مشكله لكنا وصلت لكنا وصلت الصيدله المركزيه وصلت المستشفيات وتوا احنا معناها احنا راهو كيفاش نقولها جرس انذار للقطاع كله. حاجه اخرى الاقتطاع نتاع 1% اللي نورمالمون لازم يوصل للصناديق هذاك اللي صار بالقانون عمره ما وصل ولحد الان توا لا وصل. نسالوا وين وي توا نسالوا احنا وين هذاك كان وصل له ولا قعد راه حل برشا مشاكل راه ما وصلتش للديون للتوا كيما لقيت هذا رانا ربحنا برشا ايامات مانيش نحكيو على 170 يوم على الاقل على الاقل نجم وقتها نصبروا شوي مدام ثري جيسكون بو الي معناتها بالسيتياسيون هذه وين قداش نجموا تصبروا ولا قداش نجم يصبر القطاع كامل معناتها احنا ضحينا برشا راهو من 70 يوم شكون يصبر لك انا مانيش بنوك راح تجي تاخذ بنوك باش بالجمعه وبالجمعتين باش تاخذ فواص احنا خاسرين ناكلوا في رسمينا تو زي تما بيت خذيت قروض باش نجم تجي بالدعايه تما بيت تكون بعد دارها باش ياخذ اللي في باش تخلص المزودين نتاعها مهدين بعض لي فارماسي بالغلق مهدين بالافلاس مهدين بالافلاس وبالحبس بالحبس اي بشوخ عاطين شيكات عاطين واحد وما فماش فلوس نخذي نخذ ما فماش فلوس شنو نجمو نعملو في تونس وقت اللي يوصل فيها الفارماسيان يقول لك انا مهدد وقت اللي زاد حد ما يصدقها يقول مش ديما يقولوا لي مش صحيح تظهر غريبه تظهر غريب خاطر هاو فين وصلنا احنا تو في تونس اي وين نجمو نوصل وقت اللي يقول لك المواطن يوصل مثلا خلينا نقولها بالعاميه انا اخترت بك ستيلو نتاع السكر هذاك ما عادش موجود وين نجمو نوصلوا بهم الوضعيه هذيا ما نعرفش هي المسؤولة ومنذ إصداركم للبلاغ اللي في وقتها في حدود ملي كانوا 14 يوم الأجل متاع الخلاص وصلت 160 وتو نحكيو على 170 منذ نهار 5/5 لليوم تمش الاتصال بكم من قبل الوزارة الاستماع لكم على الأقل احنا طلبنا باش نقابلوا المسؤول الرئيس المدير العام للصندوق وقال باش يقابلنا باش يقابلنا من سلطة الإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وراسلناها كل مراسلة تمشي للصندوق راسلوا معها وزير وزارة الشؤون الاجتماعية لنهار عيطت لنا لنهار قالت لنا ايش نحلوا المشاكل به قيمة الديون عندكم ايش رقم دكتور والله ما نجمش نعطيك رقم على خاطر هو قاعد يمشي ويزيد واللي عندي انا اخر تحيل اخر تحيل 80 مليار ما نعرفش بسنه هذيا في اول معناتها 80 مليار نحكيو على شهر جانفي 2022 نحكيو على شهر جانفي تذكروه الرقم هذا وقت قيمه الخلاص الخطوه الثانيه في صورة ما نحبش ديما خامة فيها في صورة ما ما لقيتوش التعامل الجدي والإيجابي من قبل المشرفين لكنا ولا صناديق تونس يقول إذا أردت أن تطاع فأمر به مستطاع معناها أنا ما تطلبش حاجة مني أنا ما نجمش مش أنا ما نحبش ما حدش احنا نحب ولا ما نحبوش راهو احنا ماذا بينا نكونوا معناها مواطنين احنا مواطنين راهو كيف كيف راهو اللي يجي يشيل معايا الدور هذاك أخوي وذاك بابا وذاك جاري وذاك فهمت احنا وصلنا مش حكاية نحب ولا ما نحبش ما حدش نجم ما عادش نجم صحيح؟ ما عادش نجمه 8 مليار 170 يوم قداش نجم نصبر أكثر من هكا؟ نمشي نجيب فلوس شهر في أفريل راهو شهر أفريل خلصنا فيه السنة سيس خلصنا فيه البيلون عمل زيادة في الأجور للعمال نتاعنا شهر أفريل راهو كان شهر سعيد تا خلاص ما لقيناش نمشي نخلص خلصنا لامبو نتاع الدويات احنا ما خلصناش فيهم وبيان سور مع قيمة الدينار اللي ماشية وتدهور اليوم نحكيو على ديون اللي ماشيه وباش تكبر اوتوماتيكمون خاطر نفس الدواء هو ياخذ معناتها المريض ياخذ في نفس الكونتيتي كل شهر بريسك اما قيمتها ماشيه وتغلى دونك اوتوماتيكمون مش قاعدين يغليو لا مش قاعدين يغليو دويتو مش قاعدين يغليو دو مش برشا قاعدين يغليو لا دويتو كل يوم برشا مش قاعدين يغليو قاعده الصيدليه المركزيه مش يكون انا حقانيه الصيدليه المركزيه قاعده تعمل كومبونساسيون على حدا كان يغلى الدواء هي قاعده تعدل تعمل كومبونساسيون ماريت هذا يزيد الكومبونساسيون اللي قاعده خاطر الدينار يطلع دينار يتيح والعمل الاجنبيه والفارماسي سونترال تاع الكومبونساسيون وهي مش خالصه من الكلام باش يضرها سي نورمال حكيت وقت حكيت وقت معناتها حكيت وقت راهو هذيك الصيدليه المركزيه لازم نحافظوا عليها راهي هي الكهون الوحيد اللي ما فماش معنا كونتر فاسون في تونس اللي ما فماش دواء مغشوشة في تونس صحيح صحيح لازمنا نحافظوا عليها التوانسه الكل بما قيمه عندنا ستركتور نتاع توزيع ادويه راهو من احسن ما فما في العالم لازم نحافظوا عليه صحيح مكاسب لازم نحافظوا عليها نحافظوا عليها
دكتور انغرو ميرسي لتدخلك معنا. ما قيمه 80 مليار هذه قيمه الديون حتى جان في 2022، 170 يوم لعدم الخلاص لفارماسي مهدين يوم بالغلق والافلاس وحتى بالسجن، وحتى لفورنيسور نتاع ستيل السكر خنقولها بالعاميه ما عادش باش يزود التوانسه اذا ما خلصش. هذه وضعيه قطاع الصحه والصيدله. مالكنا اهلا وسهلا بكم الناس الكل. بعد شويه باش يكون زاد حديثنا حول وسؤال اللي باش نجاوبوا عليه في ساعتنا الثانيه، ماذا يحدث في ستيك ولايه القيروان. ماذا يحدث في ستيق القيروان؟ هذا السؤال الكبير، خاصة الاتهامات اللي كانت متواصلة لها بسوء التصرف باختلاس. هذا وأكثر باش يكون موضوعنا اليوم وفي حوارنا مع السيد عادل مجبري كاتب عام نقابة إقليم فرع القيروان لستيق في زوم سانتي. زوم سانتي. سي عادل صباح النور. صباح النور سي الحي. نشكرك على تدخلك معنا سي عادل. عايشك الله يبارك لك سي الحي، ونتقدموا بالاعتذار للسادة المستمعين في الحيم على التأخير هذا، ونتواصل معكم حاضرين في كل وقت. واضح سي عادل، اتهامات خطيرة كانت توجهت لستيك صاحب شركة، خلنا نقرأ لك بعضها على الأقل وحبينا نوضعها حول الوضعية اللي صايرة في ستيك. هل كم الهائل من التجاوزات اللي تصدم بهم الشارع القيرواني موجودين مش موجودين محل بعض كل تتبعات قاعدين تحلوا في بعض الملفات، وين بالضبط ستيك من هالكم الهائل من الاتهامات هذه؟ أخوي رحيم متشكر على طرح الأسئلة هذه وإنارة الرأي العام. نحن رانا بحثنا ودققنا في المسائل المطروحة والمشارف المنشور المتعلق للأسف أخوي رحيم اللي بشبهات فساد انه اعتبروه تشويه سمعة ستيك وعوانه. خويا رحيم دورنا الاجتماعي هو ودورنا النقابي حتى ما علينا ندافع على منظورينا، ليس من اجل طمس الحقائق والستر على الفساد والمجرمين، بل من اجل المساومه في الحقيقه. نحكي لك خويا رحيم الحكايه من اولها وسامحني كان طولت عليك. اي كنت كايها الناس كلموني زملاء قالوا لي صبر يا فهم تتحدث على فساد رهيب في الشركه التونسيه الكهرباء والغاز. سعادة نعتذر سعادة منحاول ما نذكرش بعض المؤسسات، مؤسسة شقيقة كما الناس الكل، لا باش نبعدوا على أي توجيه للاتهامات، مؤسسة خاصة إذاعة خاصة اليوم في ولاية القيروان كانت وجهت لكم بعض الاتهامات، تفضل سعادة. باهي لا محمد رسول الله لا الحقيقة أخويا رحيم تفاجأت وشيء اللي زادني حيرة هو العنوان اللي بدا به المنشور. بقيت مستغرب خطير جدا، السيد القروان عصابات مافيات سرقه بالمليارات باستثناء القليل من الشرفاء. قلت للمنشور لهنا على كولومبيا ولا افريقيا الوسطى، عصابات مافيات تجار سلاح وسرقه بالمليارات، واللي بعث فيه الامل خويا رحيم هو اللي ويكسر خيره وهو الاستثناء اللي صار القله القليله من الشرفاء. لكن قريت بقيه المنشور وعرفت اللي هو يعني في اعوان السيد القيروان. وليت مركز اكثر، وقتها كلمت رئيس الاقليم السيد وقلت له صبره شو اسمه اللي مهبط المنشور مثله في الصحفي بدون ذكر اسامي، في زميل صحفي في زميل صحفي وراه كما 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 تطرح الموضوع رؤوس اقليم جاي استفسر على موضوع متعلق بالفساد وتجاوزات بالجمله. سامحني خاطر الموضوع خذا منحى خطير ومس كثير من الاشخاص المسؤولين كبار ومس جميع الاطارات والاعوان بالشركه، لازمنا نوضح الراي العام بالتفصيل الممل. خلينا نبدا معك سعادة نقطة بنقطة. فيما يخص الشركة اللي تم ضبطها بصدد اختلاس التيار الكهربي، مش ما غير ما نسميه شركة شكون، مش تدخلوا في التشهير ولا بعيد على كل البعد. فيما يخص هذه انه اليوم فما شركة قاعدة تسرق في الضوء هذا وفي بالهم الناس الكل، في حقيقة الأمر انفضح أمره بسبب خلاف بينه أحد والشركاء وأعوان الشركة التونسية الكهرباء والغاز، سبق لهم منذ سنوات أن سجلوا عملية مماثلة له في السرقة، غير أن المسؤول على مصلحة النزاعات والشؤون القانونية بالشركة جعلت الملف الإدانة يخبر في الأدراج وبالطبع تتحمل مسؤولية في ذلك، وهي من أسدت تعليمات إلى وبمشاركة السيد المدير إضافة إلى الخبير اللي من خلال تقرير المدلس بأنه لا وجود لعملية الاختلاس. خويا حيم تاجي اللي كانت مبادرة بالموضوع وتم التفاطم من قبل طرف أعوان إقليم القيروان باختلاس الطاقة. أي.
وقد تمت المعاينة عن طريق عدل المنفذ في 20 جوان 2018. به لوجود لسنة 2015. نحكيك بالدلائل والإثباتات، فأنا نحكي في مؤسسة بالأرقام. إذا تحكي أنت على تواريخ وكذا، هذا نصلح لك التاريخ ونصلح للسادة المستمعين. اللي في 20 جوان 2018 ما فهمش هذه 2015. بعد ذلك حسب الإجراءات الجارية به العمل، الشركة بإصدار إذن على عريضة لتكليف خبير لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان عدد 544 بتاريخ 21 جوان 2018. معناه بعد يوم متفطن خويا رحيم، وقد كلفت المحكمة أحد الخبراء بالحضور يوم 25 جوان للمعاينة، وقد مدنا بتقرير عن أحد عقيق المحكمة بتاريخ 28 جوان والذي ينفي فيه شبهة الاختلاس. هذا خبير عينات المحكمة. إذا نحن نشك في المؤسسات والقضاءات القضائية، ما على الدنيا السلام. هذا يدل على أن الشركة قد استنفذت الوسائل القانونية المتاحة إليه. به ما يبقى زاد السؤال، هذا يعني الإجراء كيفاش يتم؟ به سعادة ما يبقى السؤال، ما لشنو عاينتوا أنتوما بالضبط؟ قلت لي عاينتوا بتاريخ 20 جوان 2018. معناتها شنو عاينت؟ ما هو الخبير ما تحرك إلا من أنتوما عاينتوا، فما سرقة في الضوء. أي ما شنو عاينتوا؟ نزاع ما بين زوج أطراف اللي هي الليكيب اللي خرجت العين المكان وعينة الاختلاس اللي موجود والسيد المدعي. بالنسبة لي هم الخصومة وين تتحدد؟ تتحدد المحكمة، والحكمة هي اللي شي تحكم. إذا نحن المحكمة حكمت وخرجت خبير وحكم بعدم وجود اختلاس أو شبهة اختلاس، نحن لا نعم معناه نكذبوا للخبير ونكذبوا المحكمة. به منطقة حمراء فيها حفر أبار عميقة يتمتع صاحبها بمعتمدية حاجب العيون من التيار الكهربي الضغط العالي. كيفاش تحصل السيد هذية على الضغط العالي في زون روش؟ بالله يا أخوي رحيم، هاي سيدي، معناه من المضحكيات المبكيات. المرة اللي فاتت جانا مواطن باو الإدارة ويعايت ويزايت ومقصوص عليه الضوء ومقصوص علينا الضوء وجمع كذا. قلنا له نحن شنية بالضبط اللي اش مقصوص عليك الضوء؟ قال اساس التنوير العمومي في الشارع. قلنا له نحن شنو دخلنا في التنوير العمومي؟ راهو تابع البلدية. قال سامحونا، نحن الان نتحدثوا على سناد رخص اللي هي من وزارة الفلاحة وليس من الشركة التونسية للكهرباء والغاز. عنده رخصة السيد؟ كيفاش؟ عنده رخصة السيد اللي هبطوا له الضوء؟ عنده ترخيص. عشنا نحكي لك اسناد الرخص من وزارة الفلاحة وليس من شركة تونسير كهرباء والغاز. متأكد عنده رخصة سعادة؟ على اساس سونداج سعادة وزون روج هكا ولا اي؟ متأكد عنده رخصة سعادة؟ لا، بالنسبة للمذكور لم تقم الشركة بتزويد البئر بالتيار الكهربائي، انما تقدم لنا بمطلب لإدخال النور الكهربائي لمخزن فلاحي. انسان دوسيه كامل واضح وجايب ترخيص في مخزن فلاحي من عند البلدية. نحن نعطوه الضوء ولا ما نعطوهش كي يجيب لنا ترخيص من البلديه؟ ما عندناش نعرف بغض النظر شخص من خدمه الفلاحه وسونداج وحفر في زون روج كذا. نحن شنو نبغي نخدم خدمه غيرنا؟ ما عندناش دخل. الفلاحه هي تخدم خدمتها وتقوم بواجبها وتعمل خطايا في الغرض وما ندريش الاجراءات اللازمه تقوم بها. نحن ما عندناش دخل يعطينا سعاد. سعاد خلينا نفهم نقطة معك بشوية. سعاد خلينا نفهم النقطة ذي. دونك السيد جاب لكم رخصة نتاع مخزن فلاح. مخزن فلاح فريقو معناتها؟ مخزن فلاح مش فريق. مخزن فلاح لا علي. هبطوا له انتم الضوء شنو؟ دبوا هبطوا له شنو؟ هبطوا له منجيلا فورس معناتها؟ هي هذا هو يعني. نحن تو وكيهزوا العوين تو الضوء مثلا تو. خلينا نفهم العملية. ما عينوش اللي فما معناتها الضوء متبرنشي في بلاصه اخرى باش يمشي البير، ما نجموش يعينوها معناتها؟ نسال راه مجرد سؤال معناتها. اسمعني، اذا هو تم بالاخلالات هذيا وربط ما ندري شنو يقدم البير والكونتور مريقل. نحن كي نعالجوا الكونتور مريقل هكا ولا اذا فهمش تدخل على الكونتور والعداد والاستهلاك والاندكس معناها مسجل هذيا ما فهمش من ما نعتبروش بالنسبه لنا نحن. واذا فما اشعار في الشيء هذايا وفي اختلاس نحن ديجا سنقوم بالاجراء المعين اللازمه وفريق فني حاليا خرج الصباح خويا رحيم باش يمشي يثبت في الموضوع. فهمتني؟ باش يثبت فما بير ولا ما فماش؟ لا 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 فما اختلاس ولا ما فماش البير مش من مهامنا نحن.
اي سامحني اذا لقيت باهي اذا شي واحد حافر بير نقول ايش بك حافر بير لا مش حافر بير استنى اما الضوء هذا تستعمل فيه في بير ولا هو السؤال نجم إيه تقول إيه اذا نحن بين بالكاشف اللي هو يستعمل فيه للبير تو نقوموا بالاجراءات اللازمه هذا وقتاش نجموا نعرفوا التقرير خرجت الكيب معناتها اليوم اليوم اليوم, اليوم ونحن ما عندناش مشكله خويا رحيم رانا مشنا معناه رانا نتفاعلوا ايجابيا مع المواضيع الكل واي استشعار يجينا نحن ما عندناش حتى مشكله بعد خلينا نمشي لضيق الوقت سعاد خنوضحوا مفترق الزربيه بنايه ضخمه مشيده على ملك مواطن بالله سامحني خويا رحيم قول الموضوع راه مهم واهم من المهم هي الهدايا اللي تقدمت رئيس الاقليم والعون اللي عمل الدراسه هكا ولا اي هاي اضافه ثانيه هذيك هكا ما سولتنيش عليك اي يا مش نجيك انا ماشي في بالي لا ماهيش حاجه عاديه هو راهو اللي صار يعطيك الصحه 20 مليون للرئيس الاقليم و5 مليون للعمل المعاينه والدراسه وقام باللازم هذا معناه شيء خطير وفما اذا اثباتات تدل سير حايم ونحن ما غير ما نحكوا بالاثباتات والادله وكل القرار الاستثنائي نحن نحكم تو يا هل تعرف المعقول معني حتى الانسان اللي سامحني خويا رحيم ويا اللي ما يصدقش الموضوع عليه يا اخي عندي سامحني يا اخي عندي بير انا ايش نقول لك سي عادل معناتها انا عندي بير في ما في زون روش وعندي ذا وصل وتعرف انت معناتها علاش ما نعطيهش انا ال 20 مليون معناتها 20 مليون في دراسه هي ما تتكلم في زون 5 مليون باش نطفي الدواء انت من المعقول باش تدفع في 25 مليون عاجل دراسه تتكلف 35 مليون ولا 30 مليون هنا مخالف مخالف ها مش قاعد فهمتني معناه انت بالعقل وبالمخ وديجا انسان معناه مقدم مطلب قانوني وباش تحكيش شمنا في زون روج وواحد هذا عامل مستودع مخزن فلاحي ومقدم وثائق الكل ثابته والبلديه عطيته ترخيص وعنده رخص بناء سي عادل تحبوا سي عادل تحبوا نلتزموا بالاجراءات القانونيه والاداريه كهو خلنا نسالك مجرد سؤال هو اش معناه معناتها مستوفي الشروط عنده رخص نعطيه نسيب على روحي ونمشي اما وقت اللي زاد نهز انا معناتها ولنا نعمل على حنكه اعوان ستيغ اللي ديما نحيوهم ومعناتها وتعاملوا ميدانيا ويعرفوا السرقه كيفاش تصير في الضوء ما يتسائل زعما حد يقول زعما البير هذا يخدم بالضوء وتعرف ينجم يبان راهو اللي الناس في منطقه ريفيه كما ولايه القيروان نعرفوا لكل شيء نجم يبان زعما ما يتسائل حد يقول بربي يا سنداج هذايا كيفاش قاعد بنا ضوء قاعد يخدم سير حي نحن كي تدخل كهرباء السيج المنطقه معينه راهو مازال السيد ما وصلش يعمل المعاينه نتاعو على المكان وراي التليفونات تضرب وتكلم الناس بعضها على اساس راي السيج الدور فهمتني هذا كيفاش تتم اذا هو يمشي ويق ما يلقى حتى طراس ما يلقى حتى كابل يخدم به مهبطه للبومبه سامحني باش يخدم به البير كيفاش مش يعرف العون وحي يوحى هو ما يلقى كابل يلقى طراس يقوم بالمعاينه نتاعو ويقوم بالاجراءات القانونيه اللازمه اذا ما فهمش الشيء هذايا شيء يتحدث معه معناه من فحوه خيال هذا معناه الخدمه ما تجيش كيما هكا واذا هي حاله يعتبر استثناء ايش تحب ولا تكره خاطر خاطر العباد الاواني اللي تخرج تقوم باللازم راهو انت تو نعرفوا القيروان ومشاكلها واللي هي تعتبر الاولى فلاحين في كامل الجمهوريه ونعرفوا الاختلاس والتلاعب بالعدادات معناها نوبر كبير برشا ونحن عندنا ديزيكيب وترازيكيب يخدم مع كامل الولايه معناها سامحني سعاد هذا موضوع اخر نقص الواحد هذا موضوع اخر ها انا خاطر وقت نجم ليه سامحني وقت انا زاد نجم نحكي لك على لورغانيزاسيون لوجيستيك معناتها زاد عندنا عدد كبير نتاع ستيك برشا زاد خدامه موجودين وقت يولي موضوع اخر اللي انا تنحلوا الملف خلينا نرجع بك شويه نعاود ذكركم انه حديثنا اليوم مع سيد عادل مجبري كاتب عام نقابه ستيك بولايه القاهره واقليم ستيك مفترق الزربيه بنايه ضخمه مشيده على ملك مواطن اصيل جهه تحمل اسم اقامه ويتمتع صاحبها بترانسفول كبير هذاك اليوم رغم اللي هو ما عندوش رخصه هذا اللي فهمت وين بالضبط كيف صارت العمليه بسي حيم اللي ناكده لك في الموضوع هذايا اللي راهو الموضوع مجانب الصواب اذا ما نكونوش معناه صحيح ومعناه حوايج هذه راهي بالحق راهو الانسان تحبس يحبس العقل الانسان يضحك كي يسمع الحوايج هذه نحن رانا مشنا كيكه رزق البليك
وادخل هز كونتور واخرج ولا خذ سيولين واخرج ولا تحكي معني على حوايج كبيره. واذا هو تحدث على 80 مليون عدد معني سوم السيولين الموجوده ثم السيولين الموجوده معني نحن راهو في ستيك في المجازان رانا في العين حصلوش على زوزة ثلاثة سيليلات راهو مشوا على أساس سيليلات مكذبة واللي يجي يهز خاطر كيروه نحن بالعشرات دي سيليل وتتخدموا على سيليل. عادل متفاهمين فسلي حاجة باش نجم نربح الوقت سيد ايه سيد ايه خلنا فهم حاجة ما تمتخلش لا لا يا سي عادل عطي كان الوقت يا سي عادل عايشك عطي انا سؤالي كان واضح ما تحكيليش انا ش عندكم وش ما عندكم شي في الدب وزيدة انا السيدة ذي تحصل على ترانسفورم موجود النجم الروه الا لي وكيفاش وك هو معناتها خلنا نوضحوا له من النقطة ذي قل يا سيدي خير حي الانسان كي يطرح موضوع وفيه اخلاليه وفيه فساد شبهة فساد وموضوع يأخذ معناه بالحجم هذايا لازم نورمالمون تكون المعطيات ثابته كي هو الاسم في حد ذاته غلط الاسم نتاع البنايه هذيا غلط البنايه اللي كانت في مطرق الزربيه وقلت لي من غير ما نسموا الاسماء اي ما حبش وهي تعود لبيعه عقاري تم الكهرباء نتاعها حسب الاجراءات الجاري بها العمل ولتسريع الاشغال يقوم الباعث ببنايه وتجهيز المحاول حسب المواصفات الفنيه معني هو اللي يقوم بالبناء حسب المواصفات الفنيه مش مخالفين فيها القانون ويتم بعد ذلك استلامه فنيين من قبل ستيك ستيك تمشي تعمل معاينه وتستلم المحاولة ذيك وهو ما تم فعلا في ديسمبر 2022 واللي كان مطابق مواصفاتنا ثم يتم تسليمه للستيك حسب الاجراءات المعمول بها وخلص فيها في حين عمليه التفويت اللي هي ريسبسيون خويا حايل اكتشفنا وجود مؤديات ربما تعود ملكيتها للشركه بالنسبه لنا نحن كي مشينا عملنا معاينه نحن رانا بادرنا بالموضوع ورانا نحن اكتشفنا الشيء هذايا راهو مش معناها هذا حاجه جديده معناها كاين انسان يشدو بلا شنو الاشكاليات اللي عندكم في الستيك وشنو هي اللي يطرحها في الوسائل الاعلاميه وباش يعمل البوز ويعمل يا سي عادل بربي يا سي عادل هالبوز هذيا انا والله سانو زانتيريس بلو البوز هذيا كملي موضوعي انا مشيتو حبيتو تعملوا ريسبسيون بعد تلقاو بعض المعدات يا سي عادل تلقاو سي عادل تلقاو قلت كي مشينا باش نقدموا له في الريسبسيون تلقاو بعض المعدات يمكن ملك ستيك اش عملتوا من بعد؟ قمنا بالمعاينه المعاينه المعدات هذه عن طريق عدل المنافس مراسلة الشركة المالكة اللي تملك الترانسفور السيري حسب نمر السيري الموجود كتابين وجاوبونا كتابين مع فاتورات تأكد المعدات التي قد تم بيعها إلى حرفاء خواص معناها ما تبيعوهاش للستيك معناها أنت الشركات المالكة واللي تبيع في الترانسفور السيري كلمني ضبطنا في الموضوع قال لك على أساس راهو كتابين راهو كل شيء مدور على اساس هذه السيليل هذه موجوده يا هل ترى تبيعك للستيك وبمعدات الستيك قال لك لا وانت الشيء هذا معناه هذا معناه شيء واضح وبين مش اكثر من هكا به تحب به نفس الاقامه هذه جينيرال موكي يبدا واحد طالب برشا ذو تقولوا له حضرنا شويه بلاصه معناتها هكا ولا تيران صغير بجنب باش يحطوا له المولد هذا الكبير هكا ولا لا مش ديما رانا اخونا خويا حيم راهو حسب الدراسه حسب المعاينه راه حسب البويسونس اللي طلبها كي تبدا بويسونس كبيره مثلا موجود بيفيد. فهمتني والموقع كي تبدا نحن كي نعملوا معاينه دراسه ننظروا حسب الزوايا الكل والاشكاليات معناها هل ترى باش نصلحوا الريزو باش نستغلوا ترانسفورم مش الشخص هو كهو نستغلوه للمواطنين اذا فما مساكن مبرمجه من بعد ولا مشاريع مبرمجه نستغلوا البوست هذيك باش نعطوا منها على حساب السيد هذيك نحن راهو به اليوم نحكي على التقسيم لفهاش بحجلة جميع المولدات موجودة بالتقسيم وعددها 10 قيمتها الجملة حوالي مليون من المليمات تجهيزات تابعة لشركة تونسية الكهرباء والغاز وهي زادة عملية بامتياز لفائدة مقاول أصيل ولاية صفاقس خير حايد معك سي عادل تسمع فيك أي. بالنسبة لفهاش بحجلة أدي اسمعني الإنسان ديما إذا بيك يطرح موضوع يكون فيهم وفهم الاطر نتاعو كيفاش تتم العمليه اصلا وفصل ما فهمتش ناس شرفاء اللي يفهموا في الحوايج هذيا واستقل معلومه منهم واحد واثنين وصل حتى العشرة والناس الكل ما تفطنوش للشيء هذايا اللي هم على اساس كفاءه وما ندريش تقدير كفاءه شكون اللي حدوا نحن بالنسبه لفهاش كارقام عندنا 7 سيليلات مش 10 حسب الارقام كنت تحدث انت بالارقام
معناه هنا نحط سطرين وثلاثة أسرة تحت سبع سلالات تعود ملكيته لفهاش، وهي مؤسسة عمومية. راك تحكي على مؤسسة عمومية لفهاش، راهي تقوم بتهيئة الفضاءات عن طريق مقاول. عن طريق مقاول، عن طريق مقاول. اي لا عن طريق مقاول، اي عن طريق مقاول. لكن المراقبة ستي تكون بالمراقبة كهورا، ما تكونش بالأشغال. اي دونك السيد عنده سبعة، عنده سبعة ست سيلول السيد. مش السيد لفهاش عنده ست سيلول، نحن شفنا في السيد، نحن كنا شكون جابهم لهم؟ معناتها عطيتهم لفهاش ولا عطيتهم للمقاول؟ شنو هما اللي عطيناهم؟ ما نعطوش نحن. حسب لفهاش هي اللي تشري، هذه راهي إدارة عمومية، مؤسسة عمومية تكون بشرائات. وهي كي تكون ما نظن شنو هي مؤسسة عمومية شوكة التركوية هذه. معناتها أي مقاول ينجم يشري معناتها من برا، مش عن طريق ستيغ؟ أي مقاول ينجم يشري من برا بالطبيعة. حتى كان مش كونفورم لنورم نتاع ستيغ؟ لا لا نحن اللي نحددوا كونفورم. لا 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 اي من انتم اذا نحن اش نقبلوه؟ نقبلوهم لازم يكونوا مريقلين ومقبولين هذوما الكل. ما عندناش، ما عندناش خبراء فنيين، ما عندناش مهندسين يفهموا في الضوء. يبعثوا ستيغ، ستيغ تمشي كطرف محايد وتعاين المحاولات هذه وتشوف اللي هي مطابقه للمواصفات، معناها امورها مريقله باش تقبل لفهاش على المقاول. معناتها السيد معناتها كي طلبتوا الاوراق نتاع لي سيلول هذوما تلقاهم كونفورم ومطابقين للمواصفات الاداريه سي مريقل، هو مقبول من الاداره. باهي خلينا نفهم نقطه اخرى، نتقدم شويه. وين في الموضوع هذايا؟ الناس حتى دخل الاداره العامه خبراءها وناس كفاءات ما شاء الله ومش يمشوا. هل انه صحيح؟ هل انه صحيح موظف سابق بشركه تونسيه للكهرباء والغاز ورئيس فرع في احد المعتمديات الستيك يتمتع بثمانيه عدادات، صحيح الفكره؟ اسمعني بالله يا محمد، نحن مش ناقصين جواج. سير حي انت عون السيق مش مواطن، خارج السيق يكسب 100 كونتور وتجي العون السيق وارثهم عنده أمليك تحب معناه يطرد من الضرائب ويقيد الأمليك باسم واحد اخر. يا سي عادل انت معناه ما عندوش الحق باش يكسب ثمانية. عنده حق 8 كونتورات ولا 8 هما 6. نحن حتى كي شفنا نحن في المعاينه اي مش برشا ست في بالي قانونيا ما نجمش. سامحني سامحني استنى سي عادل. نعم سيلش. نعم اي مواطن تونسي عنده حق في ستة؟ اي مواطن عنده في حتى 100,000؟ لا سي نمشي نمشي سي عادل سي عادل سي عادل. لا لا عاد سي عادل نفس الواحد ياخذ نفس ياخذ اكثر من ثلاثه صعيبه برشا سي عادل. ارفوار كيفاش نفس ستة؟ انت عندك عندك دار فيها دو كونتور وعندك بير فيه كونتور وعندك بساء وعندك وعندك دار في سوسه وعندك دار في في سبحان الله ربي سبحانه راهو يخلق الكثير والغني راهو ونحن مش مستفيدين. يا سي عادل يا سي عادل بربي يا سي عادل بربي بربي من فضلك سي عادل بربي يغني الفقير ولا معناتها سي دينو. خلينا نحكيو او فيف دو سوجي. اسمعني من انا سي عادل اي واحد عنده سته سي عادل اغزل الحاجة. لا لا سي عادل وليت تحكي لي على كل ما نكلمك تقول لي سؤالي واضح. اي واحد في تونس عنده حق ياخذ سته؟ متاكد سي عادل؟ يوخذ الله يبارك. مش نقدم لكم انا من وين نمشي نقدم انا نجم ناخذ سته؟ جيب مشوا في عندك اسمعني جيب روح السيدة المستمعين السيدة المريقل. ما انت سالتني خليني نجاوب. كيفاش تو تقول لي انا ياخذ داره ونعطيه للبير وزيد نعطيه للبيسين اللي بيجي تابع البير؟ يجيب تراخيص وترخيص من عند الفليحه وترخيص من عند البلديه وترخيص من عند الولايه ويحب يهبط كونتور نقول له لا. للي يسمعوا فينا الكل دونك عندكم حق في سته مدفق. معناتها السيد مستوفى الشروط اكثر من سته اذا الوثيقه مريقله. لا لا ميسيش مستوفيت الشروط متفهمين انا تمر قانونيه مستوفيت الشروط وبتراخيص. واحد خويا رحيم انت ما فهمتش نيه. واحد عنده دا يسكن وعنده عيله وعنده عدزيه وتروازيه ميتاج مش من حقه باش يملك ثلاثه كونتريات. كل ايتاج عنده كونتور ويكون عنده فليحه لبرا فيها بير وفيها وفيها فيها سونداج وفيها سونداج وفيها بساعة وفيها مستودع وكذا وكذا ويملك دار بير في بير. معناتها انا جي معناتها انا تو انا سي عادل نبدا ان شاء الله يا ربي. معناتها واحد يبدا عنده بير لنا وبير غادي وبير اخر ونقول لكم هبطوا لي ثلاثه كونتريت نجموا تهبطوا لي ثلاثه كل 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 بير وترخيصه وكل بير يكون في بلاصه وكل الترخيص مريقل ما عند الفلاح وكل بير يكون في بلاصه. اوكي بير. ايه مش باش يكون ثلاثه بير بحذا بعضهم. واذا فما ثلاثه بير بحذا بعضهم وفلاح عطاه ترخيص والترخيص مريقل نعطوه مستوفي الشروط السيد. معناتها المهم يكون مستوفي الشروط. ونحن راهو باش نحكي لك على الموضوع هذايا خويا رحايم. نحن رانا اللي قدمنا فهمتني؟ نحن رانا اللي قدمنا قضية في الغرض من سنة جوان 2021
وهذا من اختصاص القضاء. الدوسي راهو جاكم الاعلام جاكم الاعلام الى السيد المحترم مدير العام اعلام، حيث تبين من العديد من الوثائق والمستندات واعمال المراقبه الميدانيه ان رئيس فرع سابق فهو محال على شرف المهنه لم تمضي 5 سنوات يتمتع بالعفو ويختلس الطاقه منذ 2018 وبالاحرى تم كشفه. اي خلينا نعطيك الورقه خاطر هاو الورقه قدم تم كشفه سنه 2018 من طرف وحده المخبر بالقروان، وقمتم بجميع التدخلات الغير الشرعيه لكتمان الموضوع والتنكيل بما قام بكشف. ونحيطكم علما أنه تم كشف كذلك سنة 2022 فيفري مازال يختلس الطاقة في عدد 3 عدادات أبار، ومازال وكذلك أقاربه وأجاويره تحت المرجع، ومسؤوليتكم في الإقليم متسترين على هذا الموضوع. خويا الحايل هذه أنا أعتبرها سردية، فهمتني؟ وسامحني على كلمة حكاية أم السيد، خاطر أنت توكي بعد كي الموضوع رانا تطرقنا له وقدمنا قضية في الغرض قبل ما تتم المراسلة هذه، ديجا السيجرة يسبق للموضوع هذي راهو، وهذا من اختصاص القضاء والأبحاث جارية ويجب التحفظ. يفرض علينا عدم الإجابة بمعلومات حول الموضوع، خاصة أنه في عديد فيه عديد الأطراف متداخلة في الموضوع في القضية، فهمتني؟ سعاد القاضي يخف القاضي يخلص في الضوء السيدة بالطبيعة سهلة ثبت واش تقول قاعد قاعد يخلص في الضوء السيد هذا ولا المسؤول السابق اللي تو ريتريتي كيفاش قاعد يخلص في الضوء؟ اي واحد يخلص في الضوء هو مش اي واحد، العموميات لي سعاد البربيا نورمالمون اي مرحبا تتصل بالاداره تدلوكني من ماذا بيا نكون عندك المعلومات الكلها يا سعاد عندك ها قلت لي قاعد اجراءات ها قاعد واضح كيفاش؟ باهي معناتها في كي نجي نسال باهي مش مشكلة مش مشكل سعاد، تو كي سالت قلت لك قاعد يخلص في الضوء الا لا علاش نمشي نسال فيها هاك جاوبنا على كل شيء علاش معناتها ما كيفاش لا خاطر الدوسي هذايا هذايا بالذات تطلع هذايا بالذات هذايا الوحيد اللي يقول عليك وحد ما تحدثنا وحد ما سالتني وجاوبتك الوحيد اللي ذكرنا فيه القضاء باهي سعاد قبل ما نختم باهي ميسالش واجب التحفظ معاه وميسالش اوكي يلا يبارك سعاد خلينا نسلك قبل ما نختم معك في بعض الاستشارات الاخرى سامحني الريزو متقطع اي هاوك تسمع فينا توا مليح فيما يخص سيدي عارفك الكابينه هذيك فيها اشكال جاكم فيها اعلام ولا شنو بالضبط الكابينه اللي موجوده ترانسفور اللي موجود في سيدي عارف جاكم فيه اعلام والا لا اللي في سيدي عارفه اي خذ وقتك خاطر هذه من التسريبات اللي قاعده موجوده كوربسيون او نيفو دو لا ستيك ديستريكت كيروان فيل فويت ماتريال او نيفو دو ماغازان الكتريفيكاسيون دو سالون دو كوافور ايليغال بوست كابيني سيتوي دون ان سيمتير سيدي عرفه نومي بوست سيدي عرفه 2 كلكان كي في دي فول بور لا كونسوماسيون دي كونتور دي دروك ستور اليوم هذوما ريت هالورقه والا لا زاد فيها كلكو فويت راه ماش كان عندك علي فكره الموضوع هذا ونجم ناخذ عليه معلومه ساعات سي سي بوسيبل بيان سور نعاود نذكركم انه ضيفنا اليوم سيد عادل المجبري وهو كاتب عام فرع استيك بالقيروان. سي عادل عندك عليه فكره الموضوع هذايا ولا؟ عندنا عليه فكره سي حيم وراه موضوع زياده اتفهم كيف وراه كي بالله راه كي ظلك فما مواضيع كيما هكا ويخ تناولها معناه راهي راهي بالنسبه لنا نحن راه هذه تصرفات خبزنا اليومي راه معناه ينجم يجي للاداره ايا كان ويستفسر وما عندناش حتى مشكل وبيبان ستيك راهي محلوله للناس الكل ومستحيل هاني تو ما ندريش الناس الكل تسمع فماش واحد قدم طلب استفسار في قائمه القضايا ولا في مشكل من الاشكاليات وشاف رئيس الاقليم ولا رؤساء المصالح ما تفاعلوش نحن تمنينا لو كان المواضيع تقبل وجبت كل شيء بالارقام بالاثباتات وبالادله وما عندناش حتى مشكل مع اي كان فهمتني بالنسبه لسيدي عارفتني راهو المكان اللي تحطت فيه البوست راهو مش وجبانه وراهو الشيء اللي نحدث فيه راهو بالاثباتات راهو منطقه خضراء حق السندات والوثائق التي تم مدنا بها من املاك الدوله والبلد سعاد اللي طلب الكابين هذيك هي الكوافير ان سالون دو كوافير قريب الغادي هكا ولا في بنيه كبيره قداش طلب من مونجيل لا مش واحد بركه طلب فيه قداش من واحد طلب عندكش الرقم ولا العماره المذكوره هاي فهمتني هما زوج عمارات والعماره المذكوره مستغره برخص بناء من مصالح البلديه وهي تتضمن اجباريه وجود غرفه محول لعدد العدادات المركزه وهي 3 معناها 3 الله يبارك كثيره كنت حط لونيه ترونفو على ذمته ترونفو على ذمته
ومعني على نسيت ني عملية التركيز المحول هذا يا سيدي عرفة. اثنين، تمت بعد دراسة جدوى قامت بها الإدارة لتزويد المواطنين الحرفية تحسين الشبك وأساس للتزويد، فما برنامج تنموي راهي راهي ستيك شريك استراتيجي في بناء الدولة والتنمية المستدامة داخل الولاية راه سيدي الكريم. علاش؟ خاطر فما سوق مبرمجة وكان السادة المستمعين يفهموا الشيء هذايا في المنطقة اللي تحطت فيها البوست و بالاتفاق مع أملاك الدولة وبالاتفاق القيروان راه معناه فما تفاعل إيجابي في الموضوع هذايا ما بين مؤسسات الدولة وراهي الأمور مضبطة وأمور معناه محينة وراهي نظرة مستقبلية ونظرة ونظرة استشرافية ونظرة تحيون على الشيء هذايا. سعاد سعاد نعم باهي خلينا نفهم انا حاجه اخرى ما فهمتش علاش باهي نورمالمون نحييكم على نحييكم على الشيء هذا يا سعاد الباهي باش نجموا تجاوزوا خاطر الكليشي هذوما ساسيرانيه راهو انا كي قلت لكم راهو قاعد نستفسر كيف كيما المواطنين راهو وهذه خدمتكم معناتها نحييكم على خدمتكم هاكا سي بون. سعاد خلينا نفهم انا حاجه معناتها الدوموند نتاع انه العماره هذيك من وقت صارت الدوموند كيفاش خويا حيمان الدوموند نتاع الدوموند نتاع الكابينيه هذيك من وقت صارت يا عادل؟ من تقريبا من 2020 خويا رحيم من 2020 وقتاش تم بنايتها البنايه هذيك وفروا لكم كي حطوا خاطر حسب رخصه ريتا حسب رخصه البني اللي عندكم لازم يوفروا راهو معناتها ديجا 2020 مبنيه البنيه وموفري لكم هما البلاصه وانتم قلتوا ليه خلينا نمشيو نبنيو غادي هذه رخصة البني نتاعو ما فهمش شكون اللي عنده بوست غادي راه. ما انا انت قلت لي قلت لي وحدك وحدك كي قريت لي قلت لي راه عنده رخصة تاع بني ولازم يوفر فيها. لا لا ما قلتش لازم يوفر فيها. مالا؟ على اساس محددة بثلاثة عدادات. اما ولازم يوفر لكم بلايصهم. ما يستحقش معناه البويسونس نتاع الطاقة اللي يستحق لها ثلاثة عدادات مشي طاقة تمشي مشي طاقة كبيرة معناه على اساس معناه انه نحطوا له بوست محاولة على حسابه ويستغلوا وحده. وما يستنفعوش منه جيرانه وهذه مصلحة عامة. هذه البوست هذه يستحق مصلحة البلاد ومصلحة البلاد يا سي عادل يا سي عادل يا اخي نحكي على مصلحة البلاد انا قلت انتم ضد البلاد يا سي عادل. لا 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 ما فهمتش يا سي عادل شوف بربي يا سي عادل الله يبارك به يا سي عادل مرة أخرى باش نرجع نحكيو على مصلحة البلاد سي عادل. لا 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 مصلحة البلاد هذا اللي مش كان مش يحكي على مصلحة البلاد المواطن العادي كي يسمعني يقول لي انا نقعد نستنى بالمدة باش يهبطوا لي مونجيلا نتاع ذا وبار كونتر رئيس سابق لفرع بستيك في القروين ياخذ ثلاثة ريت مصلحة البلاد نحكي لك كيما اللي قلت لي نتاع ابو حاجة مثلا معناتها يقول لك انا نقعد نستنى يقولوا لي استنى 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 نحكي لك ريت كي نمشي ندخلوا في التعليق يا سعادة ماني حبيت نقولوا لك كي باش تدخلوا في التعليق مصلحة البلاد ولازم تحيونا راهو انا اعطيني الموضوع الصحيح اعطيني ريت اعطيني اعطيني الموضوع الصحيح سيعطيك الصح اعطيني الموضوع الصحيح ايوه ما يتحقش تواصلوا واضح دونك الادعاءات هذه ليس ما ثم منها حتى شيء صحيح سي عادل صدقني يا سي رحيم بالله سامحني هذه راهو خذ المعلومه اي ان كان يخذ المعلومه من مصدر نتحدى اي ان كان خاطرني ديجا كي سمعت بالموضوع هذايا راني تواصلت مع رئيس الاقليم وتواصلت مع رؤساء المصالح اللي راهو فماش سؤال توجهتوا له به وما جاوبتوش مع الاعلاميين رانا ببالنا كل محلوله وديجا ذكر هو راهو في تسجيلات اخرى على اساس دخل القسم رئيس الاقليم وجبد رئيس الاقليم بالاسم ومعاه رئيس اقليم قيروان الشماليه على في قضيه من القضايا ولقى الباب محلول واستفسر وخذا وديجا حكى بالموضوع بالديتاي والتحي معناه بالتقسيط المريح نحن رانا ما عندناش حتى مشكل مع اي كان نحترموا الاعلام والاعلام له بالنسبه لنا يعتبر معناه سلطه رابعه واضح هذا الكل معك معك مركز معك سعاد سعاد ونحترم دورهم وفعاليتها في ظرف حقائق وكشف اي تجاوز ومساهمتها الفعاله في بناء الدوله والمجتمع نرجع لك المجتمع والدوله لكن هذا ما ينفيش انه المنشور كله مغالطات لانه للاسف معايا خويا رحيم ما خذاش المعلومات من المصادر الرسميه شركه تونسيه للكهرباء والغاز عريقه وتتعامل بمستندات والوثائق والمؤيدات كان المفروض أن يعالج الموضوع بحرفية أكبر معنى بحرفية أكبر وعلى أساس تحدث أرقام وسندات تكون أمور أثبت لو كان جالي الساق وخذا اللي حاجته به الساق هي اللي بادرة تراه بكشف الحقائق محاربة الفساد هذه اجترار الماضي وهذا يثبت اللي مقدمين قضايا مش يكونش في الأشياء هذه راه مقدمين في قضايا في برشا حوايج أخرى نحن يا حبذا لو كان خذال
للمشروع هذايا نتاع محاربه الفساد على اساس يجي للستيك ويشوف ويعالج النقاط. يغزل سعد باهي يا سعد، راهو هذا عمل صحفي عنده نواميس وعنده الخصائص نتاعو باش ما نزيدوش نغوصوا فيه. هذا راهو يقول لك انا قمت بالعمل الصحفي وعندي المستندات نتاعي. لا نحكي لك ما هو باش ما نقدوش عمل صحفي والزملاء الصحفيين، فهمتي سعاد؟ دونك انا مش اليوم كيفاش باش يخدموا هما خدموا خدمه، سمعنا جزء ثاني واعطينا جزء ثاني. فهمتي؟ نحكم على الكلام على اساس هو على اساس غيور على الولايه ومحاربه الفساد والسيق ملك الجميع وكذا. قلت يا حبذا لو كان الانسان معناه غيور على معناه المواطنين نتاع الولايه يكون دعمه ايجابي ويكون طرحه الموضوع بطريقه ايجابيه. كان جاي يشوف المشاكل نتاعنا اللي نمروا بها وداخل علينا صيف، نعرف القروان وصيفها سخون ومشاكلها المطروحه، نحن العوان على مربي بحالها راه شرع في الموت. سعاد تحية كبيرة ومتواصلة متجددة لستيك حول الموضوع هذا، ملف الوضعية الخاصة بستيك هذا مشيتون وضحتونا نقاط الكل. انجرون ميرسي لك انت سعاد المجبري كاتب عام نقابة ستيك بالقيروان على تدخلك معي. ويبقى الموضوع للمتابعة، لا ندعي معرفة الحقيقة كاملة ولكن سعية في تدخل جميع الأطراف هو الهدف في الماتينال. موضوع آخر، ملف آخر، مازال المتابعة. أهلا وسهلا بكم على راديو الحياة تفا. صحيح احنا الصحة، وصحيح احنا اول اذاعة مختصة في الصحة، وباش تبدا نهارك بالصحة وتحافظ على مناعتك كل صباح تسمعنا في صباح الحياة يا قيروان بالاخبار والاكتواليتي والديبا اللي يعطيو لصباحك لبلوس ويساعدك على الحفاظ على مناعتك وصحتك. صباح الحياة يا قيروان، الماتينال صحتك تهمنا.